السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. الصفحة 98 من مقرر الجديد في الرياضيات للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. لدينا الدرس 20، حساب قياس محيط الدائرة ومساحة القرص. Mesure du périmètre du cercle et de l'aire du disque. أهداف التعلم: تطبيق وتوظيف قاعدة حساب محيط الدائرة ومساحة القرص، وحساب طول قوس من الدائرة أو مساحة جزء من القرص. توقع الأخطاء عند تطبيق هذه القواعد وحل المسائل المرتبطة بقياس محيط الدائرة ومساحة القرص. Objectif d'apprentissage: appliquer et utiliser les règles de calcul du périmètre du cercle, de l'aire du disque, de la longueur d'un arc de cercle et de l'aire d'une partie du disque. Connaître quelques erreurs dans l'application de ces formules et résoudre des situations ou problèmes liés au périmètre du cercle et à l'aire du disque. Numéro 1, là. Actif ou atamarin. Réno. استعمل عادل الطريقة التالية لحساب قطر ومحيط عجلة. إذن استعمل عادل الطريقة التالية لحساب قطر ومحيط عجلة. إذن هنا اختار أن الديامتر 64 سنتيمتر، بريمتر 201 متر. شنو الطريقة اللي استعمل عادل؟ أنه اخذ طرف الخيط ولوه على العجلة ومراها عبر طول هاد القطعة ديال الخيط. أما عادل استعمل أما حسن عفوا استعمل طريقة تالية، يعني جا عبر دور دور العجلة ديالنا، دور عفوا القطعة النقدية ديالنا على مسطرة مع الأخذ باعتبار القطر ديالها، و ما حسب ليها بيريمتر ديال القرص ديالنا. بالنسبه للعجله، القطر هنايا هو 64 سنتيمتر، بالنسبه للقطعه النقديه هي 2 سنتيمتر. المحيط بالنسبه للعجله كان 201 سنتيمتر، بالنسبه للقطعه النقديه كان هنا المحيط هي 6.3 شي حاجه، مثلا 6.3 سنتيمترات. الخارج البي على الدي، البي على الدي هنايا هي هنا 201 مقسومه على 64، 201 مقسومه على 64 هي 3.14. هنا 2 مقسومه على 6.3 أو 6.3 مقسومة على 2 عفوا، 6.3 مقسومة على 2 هي أيضا، أو 6.2 مقسومة على 2 هي تقريبا 3، 6.2 مقسومة على 2 هي 3.1، أو 6 أنا 6 خرجتني 6.3 خرجتني 3.15. إذا أختار عددا R كملوا التمرين الأول ديالنا. شنو كيقول؟ اختار عددا R وارسم باستعمال البركار على ورق مقوس سميك دائرة شعاعها R، الف خيطا دورة واحدة على القرص واحسب الطول، ثم احسب خارج B على D، حيث D شنو كتساوي لنا 2 فوا R، D تيكال 2 فوا R، ثم اقارن نتيجتي مع نتيجة صديقي والاحظ ان نختاروا مثلا R اللي هي نختاروها مثلا 2 سنتيمتر اللي هي الشعاع ديال الدائرة. مثلا R كتساوي 2 سنتيمتر. إذا الشعاع على الدائرة ديال الشعاع ديال الدائرة ديالنا، القطر ديال الدائرة ديالنا غادي يكون فيه شحال؟ غادي يكون فيه 4 سنتيمتر. إذا نرسم الدائرة ديال الدائرة ديالنا، عندنا عدد R هو 2 سنتيمتر، ياك؟ فاش غادي نلويو الخط عليها دورة واحدة، طول ديال البريمتر غادي يكون هو
في غادي يكون هو 2 زير فوا بي. إذن تساوي لنا 2 زير فوا بي. 2 زير هي شحال هي الدي اللي هي 2 في 2 اللي هي 4 فوا بي. غادي نحسبو هاد 4 بي بالآلة الحاسبة. غادي تكون لنا هي 4 في بي تساوي لنا 12.56 سنتيمتر. وهذه هي نفسها النتيجة اللي غادي تخرج لنا في طول الخيط اللي غادي نلويه على هاد الدائرة. نعمل الآن إلى التمرين رقم 2. أقارن مساحتي المضلع الثلاثي المنتظم ومتوازي الأضلاع وأحسب محيط ومساحة المضلع الثلاثي. أن المثلث ديالنا ياك فيه 2 سنتيمتر، يعني شنو حنا بغينا؟ شنو بغينا؟ نحسبو مساحة المضلع الثلاثي. علما أن الارتفاع هو 1.7 و R هنا هو 2 سنتيمتر. من هنا ان هاد الثلاثي المنتظم ياك، او عفوا ان هاد متوازي الاضلاع المساحه ديالو هي القاعده في الارتفاع. اذا القاعده في الارتفاع، لان القاعده هي 2 زائد 2 زائد 2 اللي هي شحال؟ هي 6 سنتيمتر. اذا 6 في 1.7 اللي هو الارتفاع ديالنا، اللي هي كتساوي ايضا مثلا الى خدينا انا كل مثلث مثلا 2 في 2 مقسوم على 2 ياك، او هنا 2 في 2 في ارتفاع اللي هي 1.7 مقسومة على 2 هي 1.7. شحال مرة؟ 1 2 3 4 5 6 اللي هي 6 في 1.7 6 في 1.7. اذا حسبوا 6 في 1.7 6 في 1.7 كتساوي لنا 10.2. اذا مساحة متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع هي 10.6 سنتيمتر. عندنا هاد المضلع الثلاثي شنو كيتكون؟ كيتكون من 6 ديال المثلثات، كل مثلث نيت فيه قاعدة ديالو 2 سنتيمتر، الارتفاع ديالو 1.7 مقسومة على 2 ياك، قاعدة في الارتفاع مقسومة على 2 هادي هي قاعدة مساحة المثلث. شحال من مرة؟ 1 2 3 4 5 6 6 مرات. اذا هي ايضا كتساوي 10.2. اذا مساحة متوازي الاضلاع ومساحة هاد الثلاثي هما متساويان. عندنا هنا بالنسبة للسؤال الاول، المساحتان متساويتان. نمر الان الى السؤال الجزء الثاني من السؤال الاول. أقارن مساحتي المضلع الثماني هو هذا المنتظم متوازي الأضلاع وأحسب محيط ومساحة المضلع الثماني. عندنا أ شحال كتساوي لنا هنايا؟ أ كتساوي لنا 1.53، إغ هي هادي كتساوي لنا 2 سنتيمتر، و أش كتساوي لنا 1.8. يعني عندنا هنا 2، هنا 1.8، وهنا 1.53، يعني هنا 1.53. إذا كي غادي نديرو؟ نديرو 1.53 ياك، شحال من مرة معاودة؟ 1 2 3 4. شحال مرة؟ 4 ياك. هاد اللي تكون عندنا هي القاعدة ديالنا، وفي الارتفاع اللي هي 1.8. إذا 1.53 في 4 في 1.8 هي لنا 11 سنتيمتر تقريبا.
بالنسبه لهاد المضلع الثماني غنديرو غنديرو القاعده ديالنا، كنحسبوا المساحه، غنديرو القاعده اللي هي 1.53 في الارتفاع اللي هو 1.8 1.8 مقسومه الى جوج مضروبه في عدد المثلثات اللي هما شحال 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي 8 مقسومة على جوج هي 4، إذا 1.53 في 1.8 شحال في 4، عفوا 1.8 في 4 اللي هي أيضا كتمنى 11 سنتيمتر. إذا الاستنتاج نقدر نستنتج أيضا أن المساحتان متساويتان. ألاحظ أن مساحة كل مضلع منتظم هي نصف شداء محيطي بي في H. إذن شنو مساحة كل مضلع منتظم؟ هي نصف شداء محيطي أن البريمتر بي فوا H سور دو، هذه هي المساحة ديالو. إذن أرتب مساحة المضلع السداسي والثماني ومساحة القرص. عندنا نديرو جدول، عندنا هنا المساحة، هنا عفوا هنا المساحة، هنا المضلع الثماني، المضلع السداسي، عفوا ثلاثي، عندنا هنا نديرو جدول فيه الشكل مساحته، مضلع السداسي، المضلع الثماني والقرص. عندنا المضلع السداسي فالمساحة ديالو كانت شحال؟ تتفكرو كانت 10.2، إذا نديرو هنا 10.2. المضلع الثماني كانت 11 سنتيمتر. القرص المساحة ديالو هي شحال؟ هي بي فو إغ أو كار، اللي هي شحال؟ هنا القرص ديالنا المساحة ديالو هي عفوا القرص ديالو هو جوج، إذا دو فوا دو فوا بي اللي هي 12.56 سنتيمتر. نمر الآن إلى السؤال الثاني. هنا محيط المضلع المنتظم الأحمر هو 19.3 سنتيمتر، أحسب مساحته S1، ان ارتفاع ديال الدرع ديالو هو اش ان 2.9، ومحيط المضلع الاخضر هو 18.6، احسبوا مساحته اس 2. حنا شنو قلنا في القاعده قبيله؟ نتفكروا قلنا نلاحظ، نرجع لكم شويه شنو قلنا، قلنا الاحظ مساحه كل مضلع منتظم، اذا اس هي نصف هي 1 على 2 جداء محيطيه ياك بي فوا اش، اذا اس كتساوي لنا بي فوا اش سور دو. يعني شنو الا بغينا نخرجوا البي من هنا غادي نديو جوج الجا اخرى، يعني عندنا دو ناقلنا عفوا قالك محيط المضلع، عطينا محيط المضلع بغينا المساحه ديالو، اذا عندنا اس كتساوي لنا بي اللي هي 19.3 اس 1 ياك 19.3 ياك، نضربوها في ارتفاع اش 1 اللي هي 2.9 مقسومه على 2، اذا 19.3 في 2.9 مقسومه على 2 كتساوي لنا 27.8، يعني تقريبا 28 سنتيمتر كار. نو اس 2 شنو تساوي؟ تساوي هي بي ياك بي 2 فوا اش 2 سور 2 اللي هي
تساوي 18.6 ياك في 3 مقسومة على 2. 18.6 في 3 مقسومة على 2 اللي هي 27.9 اللي هي تقريبا 28 سنتيمتر مربع. اذا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انهم متساويين. او عفوا نجيو هنا تقريبا 28 ولكن هي كتساوي لنا 27.985 سنتيمتر مربع، وهنا فهي كتساوي لنا 27.9. يعني كنلاحظوا ان المضلع الاحمر كبير بشويه ب 0.085 سنتيمتر مكعب من ذاك المضلع الاخضر، تقريبا متساويين. اذا ان لحساب مساحه قرص شعاع F نستعمل القاعده S تساوي P فو R فو R، ونأخذ بي تقريبا 3.14. نلاحظ ان اس كتساوي 1 على 2 ف بي فو ار، حيث محيط دائرة هو 2 ف بي فو ار. نمر الان الى التمرين رقم 3. ان احسب محيط الدائرة ومساحة القرص واستنتج مساحة كل جزء. ان هنا محيط دائرة ومساحة القرص. اذا هذا الشكل الاول، هذا الشكل الاول نديرو 1 2 3 4 5 6 ياك. ان هنا نديرو جدول في الشكل الاول ياك، محيط عفوا الشكل المحيط ياك والمساحة. بالنسبة للشكل الأول ياك، أن المحيط هو بي كيساوي لنا بي فوا دي اللي هو المحيط الجامتر ديالنا، دي هو الجامتر اللي هو ماشي الشعاع القطر، اللي هي كتساوي لنا بي في 6 حيت القطر هنا هو 3 زائد 3 اللي هو 6. فاش كناخدو بي تقريبا 3.14 غتعطينا 6 بي، هي تقريبا كتبين لنا 18.84 سنتيمتر ياك. المحيط هو 3 في 3 في بي اللي هو نا المحيط كتساوي لنا اغ او كاري في بي. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 3 او كاري فو بي، كتساوي لنا 28.27 سنتيمتر مربع. هذا هو الشكل الاول. الشكل الثاني هو نصف دائره. نصف دائره حتى هي الشعاع ديالها 3 سنتيمترات. يعني شنو؟ يعني ناخذ هذا اللي حسبناه قبيله بي نسميوه بي 1 على اس 1، بي 2 شنو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي 1 سور 2، و اس 2 يساوي لنا اس 1 سور 2. يعني بي 2 كتساوي لنا بي 1 مقسومه على 2. إذا تساوي لنا 18.84 مقسومة على 2 كتساوي لنا 18.84 اللي هي هذه مقسومة على 2 كتساوي لنا 9.42. اس 2 لنا 28.27 على 2، إذا 28.27 مقسومة على 2 كتساوي لنا 14.12 سنتيمتر مربع. إذا هذا هو المساحة المحيط ديال الشكل الثاني. الشكل الثالث هو إما الربع ديال هذا ولا النصف ديال هذا. إذا غناخدو أيضا بي 3 بي 3 يساوي لنا بي 2 سور 2، و إس 3 يساوي لنا إس 2 سور 2. بي 3 يساوي شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا هي 9.42 مقسومة على 2، وهنا تساوي لنا هي 14.12 مقسومة على 2. شنو تساوي لنا؟ 9.42 مقسومة على 2 تساوي لنا 4.71، وهنا 14.12 مقسومة على 2 تساوي لنا 7.06.
هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر مربع. نمر الآن إلى الشكل رقم 4. الشكل رقم 4 عندنا بي 4 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي بي 3 ياك اللي هي الربع فو 3. وهنا اس 4 تساوي لنا هي بي او عفوا اس 3 فو 3 اللي هي هنا 7.063 وهنا هي 4.71 في 3. اذا تساوي لنا هي تقريبا 7.06 في 3 هي 21.18 سنتيمتر مربع. وهنا هي 4.71 في 3 تساوي لنا هي 14.13 سنتيمتر دكور. ننظر الآن إلى الشكل الخامس. عندنا الشكل الخامس. الشكل الخامس هي 60 درجة. عندنا هنا واحد الجزء من الدائرة الزاوية ديالو 60 درجة. إذا إلا كان أجي نخدمو بالطريقة الثلاثية ياك، إلا كانت عندنا الدائرة شحال فيها ياك؟ فيها 360 درجة. هي شحال كنعوضوها بشنو؟ ببي ياك، أو نقولو هي واحد، حنا منقيسوش كاع في بي، هي واحد. 60 درجة هي شحال؟ إذا نديرو 60 مقسومة على 360، 60 مقسومة 60 مقسومة على 360 هي 0.16. يعني غادي ناخدو المحيط العادي ديال الشكل الأول، هنا بي بي 5 يساوي لنا بي ياك بي 1 فوا 0.16 اللي هو 18.84 في 0.16. إذا 18.84 في 0.16 كتساوي لنا 3.01 سنتيمتر. هذا هو محيط الشكل 5. عندنا اس 5 كتساوي لنا هي اس 1 فوا 0.16 أيضا اللي هي كتساوي لنا 28.27 في 0.16. في 0.16 عندنا 28.27 في 0.16 هي 4.52 سنتيمتر مربع. نمر الآن إلى الشكل السادس. غادي نديرو نفس الطريقة اللي درنا مع الشكل الخامس ياك. الشكل السادس عندنا إلا كانت قلنا إلا كانت 360 درجة هي واحد، 30 درجة هي شحال؟ إلا نديرو 30 مقسومة على 360، 30 مقسومة على 360 هي 0.08. مهم، غادي نجيو نديرو بي ياك بي 6 تساوي لنا بي 1 فوا 0.08. عاوتاني اس 6 تساوي لنا اس 1 فوا 0.08 اللي هي بي 1 كتساوي لنا 18.84 في 0.08. وهنا اس 6 تساوي لنا 28.27 في 0.08. عندنا 18.84 في 0.08. 18.84 في 0.08 تساوي لنا هي 1.5 سنتيمتر. هنا 28.27 في 0.08 تساوي لنا هي 2.26 سنتيمتر مربع. وبهذا نكون كملنا عندنا التمرين دابا رقم 3. نمر إلى التمرين رقم 4.
قال لك احسب المساحة الملونة في كل حالة. الإلمان قال لك كل مربع شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج سنتيمتر. عندنا هذا نسميه الشكل الأول، الشكل الأول هذا الثاني وهذا الثالث. عندنا كل تدريجة أو تربيعة فيها 2 سنتيمتر. إذا عندنا بالنسبة للشكل الأول، الشكل الأول هنا كتبوا الشكل الأول ياك يعني هذا. شنو المحيط ديالو؟ غادي نجيو ها هو المركز ديالو ياك يعني. شحال فيه؟ واحد جوج ثلاثة. إذا R غتساوي لنا هي جوج في ثلاثة، جوج في ثلاثة غتساوي لنا هي 6 سنتيمتر. هذا هو الشعاع ديالو. علاش؟ حيت كل تربيعة فيها جوج سنتيمتر. إذا هنا المساحة ديالو هو شحال؟ هي 6 فوا 6 6 فوا 6 ياك فوا بي. إذا البي اللي هي تقريبا 3.14. إذا 6 في 6 في بي اللي هي 3.14. بي إلا جينا درنا بي كيف ما هي صرنا 113 سنتيمتر مربع. هذه هي المساحة ديال القرص كامل بلا ما نقص منه هذا المربع. دابا غادي نجيو مساحة هذا المربع كامل هي شحال؟ هي عندنا جوج في جوج، هنا عندنا جوج ياك، جوج ديال المربعات جوج في جوج ياك، نضربوها في هنايا اللي هي ايضا نضربوها فاش جوج اللي تهما في جوج. اللي هي 16 سنتيمتر مربع. اذا مساحه الشكل الاول، مساحه الشكل الاول اللي هي واحد هي 113 ناقص 16 سنتيمتر مربع اللي هي 113 ناقص 16 اللي هي عفوا اللي هي 97 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحة الشكل الأول. نمر الآن إلى مساحة الشكل الثاني. عندنا الشكل الثاني هو أيضا المساحة العامة ديالو هي هذا، هنا عندنا 3 إذا هي 113 سنتيمتر. هي 113 سنتيمتر، 113 سنتيمتر مربع. نقسم منها مساحة هاد الدائرتين اللي هما شنو؟ اللي هما الشعاع ديالهم هو واحد. إذا عندنا مساحة الدائرة، مساحة هاد الدائرة وحدة منها عندنا هنا شنو هو القطر ديالها؟ القطر ديالها عفوا الشعاع ديالها هو جوج ياك. R إيكال دو، دو سنتيمتر. إذا السخفاس ديالها شحال تساوي؟ تساوي لنا هي جوج أو كاري فوا بي اللي هي 4 فوا بي اللي هي تقريبا 4 في 3.14 اللي هي تساوي لنا 12.56. إذا مساحة جوج من هاد الدائرات، مساحة دائرتين، دائرتين هما 12 هنا سنتيمتر مربع فاصلة 56 في جوج اللي هما تقريبا 25 سنتيمتر فاصلة 1 سنتيمتر مربع. إذا مساحة الشكل الثاني، مساحة الشكل الثاني هي 113 ناقص شحال؟ 25.1. 113 ناقص 25.1 اللي هي 87.9 سنتيمتر مربع. هي مساحة الشكل الثاني. نمر الآن إلى الشكل الثالث. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أنه متكون من جوج ديال أنصاف الدائرات، هاد نصف دائرة وهاد نصف دائرة ياك.
إذا هنا مساحة نصف الدائرة الأول هو شحال عندنا؟ هو داك المساحة الأولى مقسومة على جوج، اللي هي 113 مقسومة على جوج، ياك 113 أتبعنا هي 56.5 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحة هاد نصف الدائرة التحتانية. مساحة هاد نصف الدائرة عندنا شحال القطر ديالها؟ هو 1.5 في جوج، الشعاع ديالها هو 1.5 في جوج، إذا هو 3 سنتيمتر. هذا هو الشعاع ديالها. إذا المساحة ديالها هي S كتساوي لنا 3 أو كاغي فو بي مقسومة في 1 على جوج. علاش؟ لأنها نصف دائرة. إذا هي 3 أو كاغي اللي هي 9 فو بي فو 0.5 اللي هي كتساوي لنا 14.13 سنتيمتر مربع. إذا مساحة شكل 3 هي 56.5 زائد 14.13 اللي هي 56.5 اللي هي 70 تقريبا 63 سنتيمتر مربع. هي مساحة الشكل الثالث. نمر الآن إلى التمرين 5، أقارن محيطات ومساحات الأشكال الملونة ثم أحسبها. عندنا هنايا محيط هذا الشكل الملون هو محيط هذه الدائرة زائد محيط هذه الدائرة، ياك. وهنا عندنا محيط هذا الشكل هو محيط هذه الدائرة زائد محيط هذه الدائرة ناقص 1/4 من هذا الشيء، أو عفوا هو نصف 3 نضربه في 3/4. هنا إلا جينا نلاحظوا بلي أن هذه هي ربع هذا الشكل وهذه أيضا هي ربع هذا الشكل، يعني ناخذ هذا الشكل نضربوه في 1/2 باش يعطينا محيط هذا الشكل. إذا نبدأ على بركة الله أن نسميو هذا الشكل الأول، هذا الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث. إذا الشكل الأول عنده المحيط ديالو بي كتساوي بي أن بلس بي دو، أو عفوا بي أن كتساوي لنا بي أن بخيم بلس بي أن دو بخيم. ياك بي أن بخيم هي شحال؟ هي عندنا هي إغ أن بخيم كتساوي لنا جوج فوا جوج، دو فوا دو، ياك. إذا بي أن بخيم كتساوي لنا هي 2 × 2 × 2، ياك، فو بي اللي هي 8 بي اللي هي شحال تساوي لنا؟ هي تقريبا 8 × 3.14، 8 × 3.14 اللي هي 25.12 سنتيمتر مربع. بي ان دو بريم الشعاع ديال بي ان دو بريم و ار ان دو بريم كتساوي لنا هي جوج. إذا بي ان دو بريم كتساوي لنا هي جوج في جوج في بي اللي هي شحال كتساوي؟ كتساوي لنا هادي مقسومة على جوج بكل بساطة، اللي هي 25.12 مقسومة على جوج هي 12.56 ناغي سنتيمتر، ماشي سنتيمتر مربع، ناغي سنتيمتر. إذا بي ان كتساوي لنا بي ان بريم بلس بي ان دو بريم اللي هي 25.12 زائد 12.56. إذا 25.12 زائد 12.56 أتساوي لنا هي 37.68 سنتيمتر. هذا هو الشكل الأول. قلنا الشكل الأول المحيط ديالو هو 37.68، إذا الشكل الأول ياك بي أن كتساوي لنا هي 38.64، ياك نشوف عفوا 37.68، من جبت أنا هاد 37 عاود نكتبها لكم، هي 37.68 سنتيمتر، هادي هي بي أن، ياك.
الشكل الثاني، الشكل الثاني بي 2 شنو كيساوي لنا؟ عندنا بي 1 الا جينا نقسموه على 4 ياك، ونقسنا منه هذا نقسم منه ربع، هو هذا الشكل. اذا الشكل الاول كيمثل لينا 4 من 4 ل 4، الشكل الثاني هو 3 على 4، اذا نضربوا 3 على 4 37.68. اذا نديروا 37.68 في 3 قسمة على 4، اذا هي 28.26 سنتيمتر. الشكل التالي، الشكل الثالث بي 3 هي 1 على 2 اللي هي كتساوي 2 على 4 ياك، 37.68. اذا 37.68 مقسومة على 2 تساوي لنا هي 18.84 سنتيمتر. بهذا كنا كملنا تمرين رقم 5 ديالنا، وكملنا ايضا الصفحة 98 من مقرر الجديد في الرياضيات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.